الغربيه اختي. نسقسي عندك راكي متابعه من طرف طبيب نفسي ولا طبيب امراض عقليه ولا لا؟ لا انا ام لسته اطفال. انا نعطيك الله يبارك ربي يكبرهم في عزك. ولو انه صراحه اظن انه المصالح الاجتماعيه في البلد اللي راكي عايشه فيه لازم ينحيوا لك الاولاد هذوك يشوفوا عائله تربيهم وانت يخليوك تروحي تعالجي سيدتي الكريمه. والله نصيحه هذا رأيك. نصيحه احسن. هذا ليس رايي، هذا راه الناس كامل اللي راهم يشوفوا راهم يتفقوا مع الكلام هذا. احسن شيء تعمليه لنفسك انك تروحي تعالجي من المرض العقلي اللي عندك سيدتي الكريمه. شكرا لك على مرورك معنا على كل حال. مروك هذه ما نلوموهاش، هذه انسان لما يكون ما رفع عنه القلم صراحة. ما علاش راكم تضحكوا؟ وانا كنت نحوس على الفيديو هذاك تاع العريان هذاك الصحفي هذاك اللي وقت كان يقول لهم الصحراء مغربية، ومن بعد دركا عاد مع البطاطيش لما راح للمخيمات كي قالت لي مخيمات العزة والكرامة لقى مساكن هذوك المحتجزات يخدموا في اعمال غير اخلاقيه باش يقتاتوا مساكن. قتلوا الدينيرو الدينيرو، راكم تتذكروا الفيديو راني ما لقيتوش. سامحوني طولت عليكم في هذا الفيديو ولكن خصو يتشاف كاملو، حيت باش تشوفوا العقليه الكرغوليه واش تياد الناس ما فاهمين والو تيهضروا في الاخر باش وقصوا حيط الراس في الاخر باش مكملها هذوك فلوس الجزائريين تياخذهم بن بطوش. وحنا دابا نهضروا على بن بطوش على ابراهيم ولد الرحمنة وولادهم تيصيفطوهم العطل في اسبانيا وفي اوروبا فلوس الشعب الجزائري، والناس تيموتوا بالجوع وتيموتوا بالعطش في الجزائر وما كاين والو ما كاش والو. الاخرين مبرعين، وملي قال لي شكون اللي تيخلص هذا الشيء قالت لك المروك هو اللي ولا تيخلص عليهم. المروك جرى عليهم بيان سور حيت جايين هاجمين على الارض على التراب الوطني المغربي حاجه عاديه، والوحده الترابيه ديال المغرب لا تمس، وجايين تيتهجموا ومن موراها ملي لصقوا ليهم تما حيت هما اللي صنعوهم بيان سور. يا مثلا بلا ما نعاودوا نرجعوا للتفاصيل، ملي لصقوا ليهم تما قاعدين تياكلوا لهم فلوسهم وفلوس الاعانات ديال الامم المتحده وداك الشيء كامل، وخدامين مبرعين ما خاصهم ما عمرهم ما تشكاو ما خاصهم لا ما لا ضو لا انترنت كل شيء عندهم، وليداتهم تيمشيو لها وكل شيء وينوضوا بحال هاد الامراض هادو شي هاد المريضه هادي. وقالت لك الله يحفظ ام لي سته اولاد بالصفه قالها لها جاوبها قصفها قال لها كون الناس ديال هادوك ديال سميتهم ديال التربيه الاجتماعيه ولا شي يقولوا لها انهم يتكلفوا لها بدوك الاولاد، حيت صعيب ان بحال هذه الام هذه تكون ام لي ست اولاد بغات تخرج عليهم الله يحفظ، حيت هذا الشيء ولا تيخلع. باقي مع شوقي بن زهران تكومكو شويه مع واحد اللايف اخر تيدير لايفات مكومكي. انا شفت واحد صحفي مغربي قال لك باللي احنا مدينا 40 طن تاع مساعدات المساعدات لغزه. اسمعني مليح، شوف مادام المغرب قدرت تدخل المساعدات لغزة، صافودير رضات عليها اسرائيل، رضات عليها الله يلال رضي الله عنها المغرب مع اسرائيل. سامحني هو القران يقول لك لن ترضى عنك خويا، راك خلطت لها راك المساعدات وراح القران. اصبر نعم وي فازي. المغرب لماذا استطعت، ماشي المغرب فقط، الامارات مصر ومصر نعم باسكو هذه المساعدات مع اسرائيل حليفه معها يا اخي، حليفه معناتها باللي المغرب قاعده والامارات قاعدين يباركوا فيما تقوم به اسرائيل في غزه رسميا. الجنود تاع المغرب راهم في اسرائيل اخي. الله اكبر وين؟ لا لا الله اكبر معليش يا اسمعني ما انت يا بالك وي لا 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 اصبر هذه معلومه حصريه اسمع. لا خويا شوف درك نحبسوا العالم كامل يحبس، خليني الناس كامل كيفاش اسمك عزو موبيل. نعم عزو موبيل خويا راك جبت لنا معلومه حصريه، نعطيك جنود مغاربه راهم مع الجيش الاسرائيلي. خليني نكمل لك الله يرحم والديك. لا قول لي وين راهم درك بالضبط يا ودي. اسمع هاش بيت كمل، هذا راه الباطل هذا بلاتي نتفقوا على الباطل هو الاول،
غادي نسمعوا فينا هو الدليل ديالك. يعني خليني نكمل لك دوك دوك انت بالك انت وما هادو ما تشوفهمش وتشوف غير النظام. انا والله ما شفتهم انا هادو جنود المغرب. النظام الجزائري واش دار؟ لا اسمع الحموشي المدير تاع الامن في المغرب راهو غايب الايامات الاخرى هذه ما كنتش في اسرائيل. انت همك الكبير كيفاش تستصغر من الجزائر ومن الجزائريين. خويا عطيتنا معلومه رجاء خويا باش نفضحوهم قسما بالله اليوم ما نرقدش حتى نفضحوهم. معليش خليني نهضر. وين راهم هادو الجنود المغاربه اللي راهم في اسرائيل؟ خليني نكمل. قلت لك يا اسرائيل ما اسمع اسمع شوف انت حاجه وحده تقدر تقولها لنا مادامك مختص في لي تيليفون وكلش. واي فازي. كاين مستشار في الرئاسه في الجزائر قال لك باللي كاين واحد بلارج وقت الثوره التحريريه سمعت هذه ما يهمونيش الامور هذو. استنى اخويا انا نحتاج ليكسبيرتيز تاعك نحتاج دركا الخبره تاعك في مجال الايفونات. انا ماشي باللي هو سنه دقيقه اخويا دقيقه انت عندك كفاءه راك اني عندي مده وانا نحوس عليك. عندي اسمع سنه 1961 قال لك هذا المستشار في الرئاسة باللي بلارج هذاك اللي قاوم الاستعمار الفرنسي صوروه. خويا وش هو الهاتف اللي صوروه به في 1961؟ انا هذه الحكاية ما انا هذه الحكاية ما همتنيش وما حبش نسمع الامور هذو. اوكي علاش خويا انت راك مختص انت اسمك عز الموبيل ومختص في لي تيليفون. قول لي في 1961 وش هو الهاتف اللي صوروا به بالله؟ هذا الانسان بالك كذاب هذا الانسان انا ما او مستشار في الرئاسه ما تغامرش بروحك راهو معتبون. واش انا يلاه اسمعني هذا اسمع راهو معتبون شخصيا درك يقعد تبون راهو يقعد قدامه شيخين مستشار في الرئاسه والله ما نعرف. سامحني نقول لك انا نهضر على كلامك انت. لا ما تقولوش كذاب برك باش ما تباصيش خويا ونوليو في المشاكل. انا نهضر على كلامك دونك ما عندكش علم انت في 1961 كشهاتف. خليني نهضر على رجعنا مالا خويا عطيتنا معلومه يا اخي الانسان انت راك كنت تهضر بال قال الله قال الرسول انت انسان مسلم ومدين عليه الصلاه والسلام دونك انت يا انسان ما تكذبش. لا واذا كذبت راك تتحاسب عند ربي سبحانه مادام تهضر بالدين راني يعني ندخل معاك في الموضوع تاعك. قلت لنا بان جنود مغاربه موجودين في اسرائيل قل لي وين راهم انا اليوم ندير عليهم فيديو مادام الفيديوهات تاعك قلقت تاعي قلقتك اليوم ندير عليهم فيديو نفضحهم. قول لي وين راهم الجنود. معليش خليني نقول لك نقول لك واش تفضح دوك نقول لك واش تفضح. لا 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 خليني نقول لك الادعاء اللي درته انت انسان ما تكذبش انت انسان مسلم انت ما تكذبش. اعطينا دركا في الدقيقه هذه كي قلت لنا بانه جنود مغاربه في اسرائيل هادو راهم مسلمين ثاني راك درت ادعاء خطير عليهم. وانت الادعاء اللي درته قلت باللي احنا ما يهمناش في غزه. انا خويا اسمع انا صعلوك انا اكبر متآمر على الجزائر ماشي مشكل. بارك انت اللي راك تهضر بقال الله قال الرسول قلت لي باللي انت انسان ما تكذبش وين راهم الجنود المغاربه اللي راهم في اسرائيل. لا يالله محمد رسول الله عزبك شوف 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 تسمى لا وزن لا هيبه لا مواقف لا اخلاق لا دين لا والو. انتوما كيفاش تدير ادعاء كيفاش دير ادعاء كيفاش دير ادعاء كيما هذا لو كان جيت انسان لو كان جيت انسان انا نشوف تمشي على قد اخلاقك لو كان تهضر لي الهضره هذه نهضرها لك دركا ونهضرها لك في وجهك اذا جيت في وجهي باسكو انت لو كان جيت انسان محترم ما نقولكش الهضره هذه. اسمعني دير ادعاء كيما هذا نعاود لك انت راجل على البشريه كامل. انا راجل اللي كاين جنود مغاربه صافي تيتزيرو تيسبو ما بغاش يهضر ما عنده لا دليل لا والو تيقول هضره ادعاء كما قال خطير وما بغاش باقي عيا ما يحاول تيعاود يقول ليه شوف 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 تيضيع في الوقت فلوقت والو ما عنده ما يقول وتيجبد الله ويجبد الرسول وما عنده ما يقول وتيلوح تيقذف الناس بحوايج بالباطل وكل شيء غادي يتحاسب. انت تدعي بانك تهضر باسم الاسلام طلعت ديجا الرسول عليه الصلاه والسلام قولت ما لم يقل درك انت قول لنا وين راهم الجنود هاد. اسمعني انت شوف الحاجه الاولى لازم تحترمني بتصب في التعليقات روح تربى قبل ما تروح تقرا باسكو ما شكيتش راح تقدر تقرا روح تربى باسكو اللي يلعبها اصلا يهضر باسم الدين وتجي دير ادعاء عندي ونبقى نعاود لك منين جبت الادعاء هذا.
منين جنود مغاربة؟ اوكي انا نمشي معاك، ماشي مشكل، انا تجيب لي الدليل، الحجة والدليل، نتكلم على الموضوع. شوا ديجون يطلعوا، قال لك مع الاول باب قال الحديث ما كانش، منين جبتو المفيد؟ صحيح المفيد.